السلام عليكم، تحية طيبة لكل الأحباب. مرحبا بكم في هذا دردشة كيف العادة اللي غادي نحاولوا على أننا نتكلموا مع الأحباب ديالنا، وكذلك نعطيو الرأي ديالنا في مجموعة من الأمور، ونديروا القراءة ديالنا، كذلك نقراو الآراء ديالكم، نقراو القراءة ديالكم، ونعطيو طبعا الجديد ديال الأندية الوطنية خاصة لمشاركة قارية، ولماذا كذلك ندخلوا حتى في التفاصيل ديال المباريات فيما يتعلق بالتشكيل المحتمل ديال المباريات. لكن كذلك باغي نتكلموا على مجموعة من الأمور كتعلق بالحديث القيل والقال فيما يتعلق بالرحلة ديال المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة نحو الجزائر، تفاصيل ديال الاجتماع اللي كان ما بين رئيس الكاف، رئيس الجامعة الملكية المغربية، وكذلك رئيس الفيفا، شنو دار، شنو كان، شنو هي التنازلات، وشنو هو الانسحاب، مجموعة من الأمور، لأن كاين غموض ومجموعة من الإخوان كيتسألوا، بغينا نعرفوا الطائرة واش مغربية واش لا، الخط مباشر لا، فوقاش يقلعوا المغرب، واش توقع، واش تغير ما بين الشان والفترة الحالية، كان غير أمور غادي نحاولوا على أننا نلقاو لها واحد شوية ديال الجواب. فبغيت نتكلم واحد شوية على هذه الرحلة المباشرة، الرحلة غير المباشرة، لأن في واحد اللحظة اليوم شفتوا بأنه مجموعة من المنابر الإعلامية نشرت خبر انتصار اللي يتكلم كذلك على الرحلة المباشرة، ومجموعة من المعطيات، وكل واحد فهو حللها بالتحليل ديالو. ولكن يمكن الحاجه اللي ما كتعجبنيش انا في الراي ديالي هو انه لما كيكون نفس الخطاب، يعني كتكون شي حاجه سميتها كوبي كولي، انا ما كتعجبنيش، لان مزيان على انك تشد شي حاجه وتفكر فيها مزيان وتبدل لها الصياغه، احسن ما انك تبقى تبارطاجي واش تا كيدور، يعني نفس الفكره ما عرفناش شكون اللي كتبها الاول. المهم هاد الامور هذه انا عندي علامه استفهام عليها، وكانه انتصار انتصار انتصار، انا بالنسبه لي عادي جدا، كان ممكن علينا نتكلموا بدون لغه خشب وعادي جدا، تما يمكن انا غلطت واحد التغريده باش ندخل تفاصيل اكثر، لان يعني بزاف اللي ما فهموهاش، وكاين اللي فهموها انتصار ولا اختصار، ومشيت قلت هذيك ما كاين غير غلاء الاسعار وهاد الامور هذه. انا كنت عارف واش كنقول، لان بالنسبه ليا المشاركه ديال المنتخب الوطني المغربي ماشي شي حاجه جديده، المشاركات القاريه بالنسبه للانديه او المنتخبات، بالنسبه ليا دراري صغار ما غاش نحملوهم اكثر ما يحمل، وكاننا غادي للحرب، عادي جدا نمشيو نلعبوا من نسخه حققنا شي حاجه مزيان نفرحوا بها، ما حققناش فكيبقى بحالهم بحال المنتخبات اللي سبق، وبحال الاولمبيات هي اللي عندها اهميه اكثر. علاش؟ لانه غادي تلعب في اعلى مستوى. يعني انا كنقول بان ما خصناش بعدا اول حاجه نحملوا المسؤوليه شي حاجه كبيره ونمارسوا واحد الضغط رهيب على هذه الفئات الصغرى، هو اقل من 17 سنه، هذه ضروري علينا نتكلم عليها. بالنسبه للسؤال اللي ممكن يتطرح، واش الرحله مباشره؟ فعلا الرحله مباشره. واش الارام؟ كل المعطيات كتقول ماشي في الارام، ماشي في الارام، لان اصلا كل ما قال كيتحط، انا كنتكلم على منابر الكبيره اللي منابر، واش من المنابر ما كتكلمش على ديك النقطه ديال واش الخط غادي يكون عن طريق طائره اجنبيه او طائره محليه ديال الارام، الراعي الرسمي بالنسبه للمنتخبات الوطنيه، ولكن كيبان بانه طائره اجنبيه، ما كاينش مشكل طائره اجنبيه او محليه، واش هذا هو زعما لا غير ما باغيش. انا غادي نتكلم بتفاصيل اكثر في هذه النقطه هذه. انا كنقول بانه المغرب كيبقى بلد ديال المؤسسات، اللي اللعبه ديالو ما كتلعبش فقط على المستوى ديال لا فيديغاسيون، وانما نقدر نقولوا الجيزه كامله ديال البلاد كتحرك. تيغنانين ديال الجزائر ممكن انه يكون عندهم العقليه غير ديال التلاغي ولا ديال الجماهير الجزائريه، يعني ما يقدرش انه يمكن يتنازلوا كاع نهائيا ولا انه يخسروا كلش. اما المغرب يمكن انها كتنازل بناء على معطيات وارقام، او بناء على كذلك على مصلحه عامه بالنسبه الكرة المغربية أو شي حاجة من هذا القبيل. واش توقع؟ أنا يمكن ندير واحد المقارنة، واش توقع في هاد 24 ساعة؟ راه إلا جينا نهضرو على المبتغى بصفة عامة، ما كاينش شي تغيير ما بين الشان وما بين صفر الحال. إلا جينا نتكلموا على شي حاجة شكل شكلا، راه ما كاينش شي حاجة. بلا ما نبقاو نلعبوا دوك المصطلحات ونحاولوا على أننا نتكلموا بواحد الطريقة انتصار أو انفصال أو داك الشيء، راه ما كيعجبنيش. عادي جدا على أننا نخرجوا ونهضروا بواحد الطريقة اللي عادية. اما هذه راه درنا هكذا، شوف راه حد الان كنلعبوا في السنية في كنا اخر المعطيات في المنتخب الوطني المغربي للشان، اخر ما كان هو ان الجزائر في هذيك الفتره طلبت باش انه المغرب يسافر، يعني بطائره ماشي ديال الارام، طائره اجنبيه سواء تصيفها الجزائر او يجيبوها ديال الاتحاد الافريقي ولا ديال الفيفا ولا ديال تونس، طائره اجنبيه في هذيك 24 ساعه، هذه هي اللي كانت اخر حاجه اللي دارت في هذيك الليله الثانيه ديال المنتخب المحلي لما ما شاركش. يعني تما كانوا مستعدين الجزائريه لانهم يفتحوا الباب
بالنسبه للمغاربه بشكل خاص ان تكون طائره يعني ماشي ديال المغرب. ولحد الان بالنسبه لي ما تغيرت شي حاجه، كاين تغيير شي حاجه اخرى اللي تغيرت في هذا السفر في هذا الشيء، بلا ما نبقاو حنا نضخموا الامور ونتكلموا على انه انتصار او شي حاجه من هذا القبيل او الموقف بقى نفسه او شي حاجه. المغرب كان عنده هدف فهذيك اللحظه المنزيه اكثر ما هو ديال المشاركه ديال الشر، لان المغرب ما كانش غرضه اصلا باش يشارك في هذيك الشر اظن، وانما كان الغرض ديالو على انه يوصل لهدف اخر. واش هو المعطى اللي تغير؟ راه ماشي الطائره خاصه اللي تغيرت ولا السفر المباشر ولا الرحله خاصه ولا ماشي رحله خاصه، هادشي راه اللي بان لي ما تغير حتى شي حاجه. اخر المعطيات اللي كان في الشهر في 24 ساعه هي اللي كاينه حاليا، السفر برحله مباشره ولكن ماشي بالغرام، يعني ما تغير حتى شي حاجه. لحد الان رانا في شكل عادي جدا، يعني لحد الان ما كاين حتى شي حاجه. الاجتماع ديال رئيس الجامعه الملكيه المغربيه والرئيس ديال الفيفا والرئيس ديال الكاف هنا اللي كان التغيير. غادي نقول لكم التغيير فين كان. خصنا نعرفوا بان الكاف الرئيس ديالها هو جنوب افريقيا. جنوب افريقيا سميناها عسيله مع الجزائر. الجزائر كتضغط يعني على الكاف عن طريق الرئيس ديال جنوب افريقيا. جنوب افريقيا بغيت الله يكرمك الولد ديالها اللي هو الرئيس ديال الكاف مستثمر كبير في جنوب افريقيا. عايش تحت المطرقه والسندان. يعني كيضغطوا عليه بشكل رهيب. هو كرويا مع المغرب ولكن سياسيا جنوب افريقيا والجزائر ماشي مع المغرب. هو في واحد الموقف لا يحسد عليه. المغرب كتضغط عن طريق الكره والقوانين ديالها والكاف في اخر المطاف. الحل بالنسبه للرئيس الكاف هو انه يستنجد حتى هو بالفيفا باش انه يقنع المغاربه. المغاربه كانوا يستغلوا هذيك النقطه هذه، كيستناو باش ان رئيس الفيفا يتكلموا معاه. المنتخب الوطني المغربي او المغرب مرشح للكان 2025 وكذلك الجزائر مرشحه للكان 2025. اجلت ثم تاجلت ثم تاجلت لان نفس اللعبه توتال الفرنسيه، المشكل ديال المغرب مع فرنسا، توتال يعني نقدروا نقولوا اكبر الشركاء ديال الجزائر حتى هي الدوره كتضغط على الكاف، شارك وراه رسمي مجموعه من المعطيات باش ان الكاف حتى هي تولي الكام تكون كذلك حتى هي من النصيب ديال الجزائر 2025. المغرب شنو اللي تغير ما بين الشهر اللي ما شاركش فيه وما بين هذه المسابقه ديال اقل من 17 سنه؟ ما تغيرش الشكل، بقات نفسها نفسها، ما تغير حتى شي حاجه. رحله مباشره ولكن ماشي بالخطوط الملكيه المغربيه لحد الان، مع ذلك شي بلاغ يعطيه لنا ما كاينش حاجه. اللي تغير هو ان المغرب نقدروا نقولوا بانه فاز بالكره. كيفاش فاز بالكره تلاغي؟ هو ان الجزائر انسحبت وترشحت 2027. هذه هي التنازلات اللي كانت. المغرب انا اتنازل عن ورام ما نسافروش ولكن بشرط على ان الفيفا كذلك تقول الكاف اعطي ضمانات للجزائر بانه غادي يكونوا ان شاء الله هما في 2027. ولكن انتم خصكم تنسحبوا كان 2025. وفي نفس الوقت المغرب كيحرك الكواليس ديالو ويطالب المصريين باش انهم يترشحوا. انفو عرفوا المصريين بان الجزائر تترشح 2027 هي كرويا ومنطقيا وحتى في القانون نورمالمون المغرب الى خدات كاس 2025 نورمالمون الجزائر ما عندهاش الحق انها ترشح ل 2027، وانما خصها تمشي للملف المشترك يعني من جهه اخرى. ولكن كان ضمانات ديال الكاف على انه غادي ترشحوا غادي تاخذوها. هنا الجزائر ترشحت وانسحبت بالنسبه للكان ديال 2025 على حسب المعطيات اللي كانت. ولكن المغرب غادي يحرك الكواليس ديالو ويدخل جانب اخر اللي هو المصريين. مصر مقارنه مع الجزائر على مستوى الهياكل ديال الكاف كتبقى مصر اقوى بكثير على الجزائر. يعني الا كنتو نتوما الجزائري غادي ترشحوا غادي نترشحوا لكم حتى حنا المصريين. دابا يعني شكلا كيبان بانها كاين ضمانات للجزائر، ولكن منا لواحد السنين شكون اللي غادي يضمن الجزائر؟ اتوقع بان حاليا رسميا وعسيله الكاف، الكاف اصلا الرئيس ديالها واش غادي يطول واش غادي يكون واش ما غاديش يكون؟ المغرب غادي يضرب حديد مع حدود سخون، تاخذ شي حاجه اللي هي الحاليه كتحكم فيها الفيفا والكاف حاليا، وكذلك يحيد وحده من الطريق ما يبقاش صداع، في حين ان المغرب كذلك يدعموه كاتحاد افريقي على مستوى المشاركه او كاس العالم ديال 2030. هذه هي المعطيات اللي كاينه بالنسبه لي. غادي من هنا لقدام عقلوا على هذه الكلمه اللي غادي نقولها. هذا الترشح ديال الجزائر 2027 غادي يبقى مشكل كبير في الترشح ديال مصر. مصر قويين على مستوى الهياكل، علاقه قويه على مستوى الفيفا، بحالهم بحال المغرب حتى هما حاضرين بقوه، عندهم الطريقه ديالهم، عندهم الدبلوماسيه ديالهم. حاليا ما غاديش يتكلموا، ما يحرجوش المغرب، ما يحرجوش الفيفا، ما يحرجوش الكاف، غادي يخليو الامور تمشى. ولكن نهار اللي دوز الكان ديال 2025 كونوا متاكدين على ان اول وحده غادي تموت صداع والاعلام غادي يتحرك ومجموعه من المعطيات هي مصر غادي تحاول على انها تاخذ الكان ديال 2027. وانا نقول لكم بانه على مستوى الكره، على مستوى
العلاقات على مستوى مجموعه من المعطيات مصر غادي تكون قويه على الجزائر، ولو ان الجزائر عندها ضمانات دابا انسحبي منها وغادي تاخذيها منها، ولكن منا لهذاك الوقت راه ما غادي يبقاو لها ضمانات، ما تبقى فيفا يمكن ما تبقاش الكاف، يمكن على انه يتقلبوا عليهم، هاد الارقام كامله غاديه. يعني حاليا المغرب ما تغير حتى شي حاجه في هذه الرحله، باش انا نقول للاخوان بلا ما نبقاو نسوقوا على انه المغرب ينتصر هنا، المغرب دار هنا، المغرب دار هنا، وراه تغير وراه شوف الاخوان اللي كان في 24 ساعه ديال الشهر المغرب عنده الحق يسافر برحله مباشره ولكن ليس بخطوط ملكيه. حاليا نفس الشيء، لا راه ما حضرش والسفر هو اللي تغير، هو كواليس لعبت فيها امور اخرى، المغرب يعني صاب بامور اخرى وهذا الشيء عادي، انا ماشي ضده، ماشي ضده، حتى الجمهور المغربي يمكن ما يكونش ضده، غير هو خاص توضح الصوره بصوره حقيقيه. حتى الا ما كانش توضحها في فيديغاسيون يعني الكولا سامي باش توضحها، ولكن حتى ذاك الاعلام اللي حاول على انه يسرب الاخبار بشكل اخر او بغير اخر، يعني نورمالمون يمشيو في الطرح ديالنا المغرب بعدا راه واش دارت واش دارت واش دارت، على انه نبقاو نسوقوا بانه راه تغيرت شي معطيات، ما تغيرت حتى شي حاجه بالنسبه للمشاركه ديال الشان مع المشاركه الحاليه، ما تغيرت حتى شي حاجه. اللي تغير في السفر، يعني في السفر ما تغيرت حتى شي حاجه، يعني الطائره وهذا الشيء ماشي هذا هو اللب ديال الموضوع، اللي تغير هو الكولا سامي الداخل. الجزائر تترشح بشكل اوتوماتيكي هذا الاسبوع، علاش ترشحت 27؟ يعني اوتوماتيكي انسحبت 2025. كيفاش انسحبت؟ المغرب كان الغرض ديالو ماشي هي رحله مباشره او غير مباشره، لان المغرب كما كنقول بلد ديال المؤسسه، كاين كولاسه، كاين سياسه قويه، كاين بوليتيك قوي عند المغرب. المغرب قال اجي نضمنوا شي حاجه من الفيفا ولا من الكاف، واش غادي نضمنوا؟ نضمنوا واحد المشاركه قاريه بشكل رسمي ونضمنوا امور اخرى، في حين اننا كنحركوا مصر ومصر شافت الى انه غادي تخلق الكاف القوانين وتنظم، يعني في 2025 في المغرب وتنظم في الجزائر في 2027، هنا كاين شويه خلق ديال القوانين، يعني نورمالمون ما تمشيش لشمال افريقيا خاصها تمشي لبلاصه اخرى. اذا مصر انا هي الاقوى منك غادي تنظم لك 2027، ولكن ما غاديش تنظم لك الحال، لان اليوم كاين علاقه طيبه ما بين لقجه وكذلك الرئيس ديال الاتحاد المصري، وبالتالي غادي يبقوا ثابتين، الامور غادي تمشى، الكاف غادي تسير الامور ديالها، المغرب سيستفيد والامور غادي مزيان في اخر المطاف من بعد كاس افريقيا فين تحل لك الكولاسه، غادي يقول لك المصريين حنا في الطوب، ما غاديش نسحبوا كان 2027، مع ذلك كان عندهم ضمانات كذلك، ان الامور كتمشى بضمانات، اما باش نسوقوا على انه تغيرت شي حاجه ما بين الشان والكان في السفر ديالهم، هنا ما تغيرت حتى شي حاجه، اللي تغير هي في الكولاسه، هذا الشيء اللي نقول لكم، لان كاين اللي كيعتقد على انه لا راه القجع رئيس الكاف الجزائر يعني غير امور هي فرضيه راه غلط، كاين امور اللي كتضغط الجزائر جنوب افريقيا ضغط على رئيس الكاف شي حاجه كرويه عجبه خاصو حتى هو ما بين المطرقه والسنده ما لقى ما يدير احسن المغرب اجي نجلسو نمشيو للفيفا، الفيفا واش ديري نعطيوك هنا وتنسحب هنا سير انت هنا، هذه هي الامور باش تمشى في الكاف، هذه هي الامور اللي تمشات وهذه هي الكولاسه. اذا الا بغينا نتكلموا ونحلوا شويه ونهضروا بواقعيه مع الجمهور المغربي، نهضروا بواقعيه واضحه، انا ما كنتكلمش على يعني لا فيديغاسيون لا اكس لا اي، انا كنتكلم على الزملاء الاعلاميين ديالنا، نفس البلاغ، نفس الطرح، نفس الكلمات، نفس المصطلحات، نفس الخبر كوبي كولي، يعني واحد يكتبها والباقيه غير كيصبغوها، سمحوا لي، كل واحد يحلل بطريقته، وإذا كان شي ارقام وشي معطيات، الجماهير المغربيه ما غاديش تكون ضد يعني شي حاجه ديال البلاد، راه ما عمرنا تكون ضدها، بالتالي عمرها غادي يكون ضد البلاد، يعني الكولاسه إلا استفدنا حنا بالكام، ما فيها والو نسربوا ونقولوا الكام ديال المغرب، وتنازلنا هنا. ما كاين حتى شي حاجة، في حين أنه هادي، أما نقولوا راه تغيرت شي معطيات في الرحلة والرحلة، فأنا كيبان لي المغرب كبير على شي حاجة سميتها الرحلة، المغرب كبير على أنه يشد تيغنانين غير في واحد السفر، لأن أصلا المغرب الخطوط الجزائرية مفتوحة لها الدخول، ودخل أي خط، والمغرب كبير على هذا الشيء، لأنها أصلا بلد ديال القرون، والمؤسسة والدبلوماسية ديال المغرب كبيرة بزاف، ما طيحش في التفاهات هذه. تحياتي السيد لغي، أعطي لك الرولة، تحليل في محلها، قال لك ولا عندكم شي سؤال نقولوها، شوف راه كاين أمور، كاين أمور أخرى هي اللي دار فيها مجموعة من الأمور. شكرا سي تلاقي على المعطيات واخر المستجدات في انتقال المنتخب الى الجاره، ما عرفتش نقول لك المصطلح، ولكن كنقول لك اخويا بان هذا الشيء اللي واقع حاليا انا ما كيعجبنيش على اننا نبقاو نتكلموا بواحد الطريقه اللي مثلا كنحس بحال شي كلمه كتبهم واحد وقبل البلاغ طلقناهم، لان جا بلاغ ديال الجامعه دابا طلقناهم ونفس البورتاج نفس البارت، لا سمح لي، وماشي هذه هي الطريقه اللي غادي نشحنوا بها الامور، حنا وليدات صغار غادي مشاكل بغيناهم يتفوقوا الله يسهل عليهم ندعو معاهم ونتمنوا لهم التوفيق، خسروا ما كاين حتى شي مشكل، هذه كره لا اقل ولا اكثر. الكولاسه عارف بان المغرب عنده بعد ديال النظر في السياسه، يعني ابار ما هو رياضي، لان دابا الرياضه هي السياسه معنا ما نديرو، ولكن المغرب عنده بعد كبير، لحظه اللي بغي يعكلها راه يعكلها، وين بغي يسرحها يسرحها، وباش غادي يسرحها يسرحها بشي حاجه ملموسه. المغرب
يعني استفدت شي حاجه اللي هي مزيانه عادي جدا، لان ما يمكنش انا غادي نشتي غنانين او الانفه فقط وما نستفدتش شي حاجه. يمكن الجزائر تمشي في الطرح، علاش؟ لان الجزائر تقدر تخسر ملايين فقط على انه تشد المغنى وكانها حتى هي جماهير، لان ما كاينش هذيك المغتسه. عادي جدا راه ممكن يهز التليفون ومن يكونوا داخلين تعاملوا معاهم ما تعاملوش معاهم. على عكس حنا مثلا الانديه الوطنيه ديالنا، ولو ان تكون مشاركه قاريه مثلا في هذيك البلاد تلقى الامن يعكس لك وتقول غادي نجيبهم من المغرب وندير معاهم نفس الشيء. تدخل للمغرب توصل للمطار تكلم مع اخر واحد من رجل الامن، ذاك رئيس نادي، يقول لك اخويا اسمح لي ما تهضرش كاع معايا انا، كاع انا عندي مهمه خصني نامن هاد الناس. يعني المغرب بلد ديال المؤسسات، ما يقدرش شي واحد يتحكم جدارمي ولا بوليسي ولا اكس ولا ايكراك. حنا البلاد كل واحد يدير خدمته، على عكس بلاد اخرين اللي كتمشى غادا بطائره ديال الفيفا. سي محمد انا كنقول لك ماشي غادي الطائره